يا سيادة الريس، أنا مواطن مصري وسيادتك شايف العيال معوقين يا ذهنيا مدعين، ومش قادر أعمل حاجة، وابني طردني من الشقة من البيت، قال أبوس رجلك، ابعت لي أي حد يستجيب يجي يخلصني ويدخلني بيتي أنا والعيال، إحنا مش لاقيين ناكل. متابعينا الاعزاء، متابع مباشر من مصر في كل مكان، برحب بحضراتكم معكم في التغطيه حسناء رفعت. الحاج ابراهيم بلغ من العمر ارزله 75 عام، من قريه ميت جراح التابعه لمركز المنصوره بمحافظه الدقهليه. استغاث بينا وبيقول ابني طردني في الشارع بعد ما خليته راجل يعني وشاب عوده واشتد عضده، للاسف بقى راجل عليا، بدل ما يبقى راجل ليا، راجل ليا بقى راجل عليا، ضربني وطردني في الشارع. في البداية بنقول حق الرد مكفول للطرف التاني، لكن خلينا نسمع استغاثة الحاج إبراهيم اللي بيقول بقالي أسبوع أو 8 أيام بنام في الشارع بعد الجيران عطفوا على زوجتي وأولادي المعاقين، عندهم ورثين من والدتهم للأسف نسبة إعاقة ذهنية وما بيتعلموش، طول النهار في الشارع عايشين على أعنات الناس. برحب بحضرتك يا حاج ابراهيم. اهلا وسهلا. هتعرف نفسك للمتابعين. انا ابراهيم الهادي علي الطوار. بتقول ايه بقى؟ ابنك عمل فيك ايه؟ ابني زغدني كام زغد وطردني في الشارع انا واخواته ومراتي. ومش عايز يستجيب لحد. وما فيش فايق يعني انا يعني هو بيتك ولا بيته؟ يعتبر بيته، انا ليا الربع فيه. ليه؟ انت كنت متزوج. ايوه. وزوجتك اللي هي والدته توفيت. توفيت. فاصبح ليك تقريبا زي ما انت بتقول ربع البيت. ربع البيت. تزوجت بعد وفاتها بعامين بزوجتك الثانيه شيماء، وانجبت منها يوسف وندى. أيوة. عندهم نسبه اعاقه ذهنيه. ايوه. عايش في بيت مكون من كم دور؟ انا عايش في بيت دورين، هو قاعد في دور وانا قاعد في الدور الارضي. وبناكل وبنشرب والحمد لله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو عايز يطردني من البيت. ليه؟ معرفش، انا سمعت ان هو عايز يجيب حماته المطلقه يقعدها في البيت. سالنا في البلد لتحرر المصداقيه، لان الكلمه اللي احنا بنقول عليها او الصحافه والاعلام بمعنى عام مسؤوليه اخلاقيه. سالنا الناس قالوا لنا لا، ان انت بعت البيت لابنك ومضيت ليه تنازل، هل الكلام ده صحيح؟ لا، مش تنازل، انا بعت له بيع وشراء، وهو حدد ميعاد عشان يقبضنا الفلوس فيه. فما اداناش. ده من امتى؟ موجوده من امتى؟ من حوالي 10 سنين. يعني انت بعت له، مضيت له ايه، تنازل ولا بيع؟ لا بيع، مش تنازل، بيع. بيع. اعطاك الفلوس؟ ما ادانيش الفلوس. والشهود طلبوه كذا مره عشان يجيب الفلوس. طب الشهر جه عمال يمطوع فينا. فانا اطالب يا يديني الفلوس حق الربع بسعر اليوم، يا اما يديني حق. ما فكرتش تكتب محضر بده؟ اتكلمت في الكلام ده في المركز وفي النقطة. قالوا دي موضوع تاني، ده ما يخصناش. يعني انت كتبت محضر بايه؟ بان هو ضربك وطردك؟ انما موضوع البيت قالوا دي اتجاهك للمحكمة. تمام. اتجاه للمحكمة، تقدم بلاغ في المحكمة، والمحكمة تتصرف في الموضوع ده، مش مسؤوليتنا احنا البيت ده. تمام. وانا في الشارع دلوقتي. بيت في الشارع بقالك كام يوم؟ احنا بقالنا اسبوع اهو. الجيران صوروا حضرتك لينا امبارح في فيديو صغير كده وبعتوا لنا، وقالوا لنا استغاثه. استغاثه؟ انا بستغيث وبطلب. قالوا لنا الحاج ابراهيم بعد السن ده كله مشرد وبينام في الشارع، هل فعلا بتنام في الشارع يا حاج ابراهيم؟ فعلا، وسيادتك والناس كلها موجوده. بقالك كام يوم؟ بقالنا اسبوع، 8 ايام النهارده. طب ما فكرتش تعاتب بابنك وتقول له ليه عملت فيا كده؟ مش قابل من اي حد كلام، ولا من قابل من حد صلح. الناس بتندى عليه وعشان يرضوه ويصدقوه، وهو مش عايز. انت قلت لي الناس بيقولوا لي روح اكتب فيه بلاغ وتثبت او تخليه يتنازل لك عن حقك في البيع طالما ما اداش لك فلوس، ما اداش لك الفلوس. وفي حق. ناس ثانيه وفي ناس ثانيه بتقول لك اكتب فيه او ارفع عليه قضيه ان هو ينفق عليك نفقا، ان هو ينفق عليك وان انت مسؤول منه بعد هذا العمر، بعد ما شاب وبقى راجل المفروض هو اللي يرعاك. لا، ولا بيسال عني، ولا بيسال عن اخواته التعبانه دي. عندهم ايه؟ عندهم نسبة إعاقة. تعالي يا شيماء هنا. العيال دي راحت فين؟ ازيك؟ انت زوجة الحاج ابراهيم؟ شيماء. اسمك شيماء؟ في ايه بقى؟ ايه الموضوع اللي حصل؟ ما هي ضربت. مين اللي ضربتك؟ صح، اللي هي زوجة ابنه. ضربتك ليه؟ شدت من شعري.
عشان في اللي انت ملكوش حاجة هنا. ملكوش حاجة هنا. ايه ومش هتاخد حاجتك. قلت يا امه دي عزالي هاخده. دي عزالي. كمان. طردوك من البيت يعني ازاي؟ يعني حصل مشكلة ما بينكم ضربوكوا ولا قالوا لكم اطلعوا فطلعتوا؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ده هي بتقول لي اطلعي عشان اختي تقطعي فيه. هي قالت لك كده؟ اه. مش معقول. والله هي قالت لي كده. تمام. وبعدين؟ وبتقول لي ضربتك ازاي؟ على راسي. مشات شعري. وقالت لي ما تعزشني. هي عندها مشكله شويه في الكلام صح؟ كتير ممكن الكلام قالته تنساه وتقول كلام تاني. ممكن كلام قالته بتتلخبط شويه. اللي قالته لك تقول لك ممكن تقول لك كلام تاني. طب انت مناشدتك للمسؤولين ايه يا حاج ابراهيم؟ يجي يدخلوني بيتي اللي انا تعبت فيه في حياتي 37 سنه. الناس هتستغلطك تقول لك انت بعت وتنازلت عنه لابنك ليه؟ حتى لو انا بعت. انت كتبت عقد بيع ولا كان الموضوع بالظبط؟ امال كان على ورق. ورق مكتوب في ايه بقى؟ ورقة بيع ولا تنازل؟ بيع. ثانية بتقول ورقة بيضة؟ اه. ما كانش مكتوب فيها حاجة؟ لا المحامي كتبها ومضيت والشهود الاثنين ماضيين والشهود موجودة. ثانية المحامي كتبها قبل ما انت تمضي ولا انت مضيت الأول؟ لا قبل ما امضي. كتب ايه بيع؟ كتب بيع اه. سجلته في الشهر العقاري مع بعض؟ ما سجلتش حاجة. مثلا ما فيش ورق اتسجل. والشهود موجوده والشهود اللي ماضيين على الورق موجودين. وقالوا احنا مستعدين نشهد معاك ان انت بعت له وبس ما خدتش فلوس لغايه دلوقتي. وطلبنا من اكتر من 10 سنوات. اه وطلبنا كذا مره بالفلوس. قول طيب 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 وعلى كده. كنت تتوقع ان في يوم ابنك ممكن يعمل فيك كده؟ لا ده ولا اليهودي يعني. ما عرضش عليك قال لك مثلا يعني هدي لك فلوس؟ ما. انت قلت لي قال لي اطلع بره اسكن بره وانا هديك كل شهر 1000 جنيه. هدفع ايجار الشقه. هدفع ايجار. هدفع ايجار الشقه اللي هتقعد فيها. طب ما ممكن يدفع شهر وتاني شهر يقول لهم مش دافع اطردوه. يبقى عملنا ايه؟ انت النهارده بتقول لي انا عايش في السبعين من عمري ولادي لسه 13 و12 سنه. اهو 75 سنه. كنت مستني اخوهم الكبير يسال عليهم. يسال عليهم يحن عليهم. حتى لو الواحد مات يبقى مات مرتاح ان فيه اب تاني لاخواته. ما عندكش ارض زراعيه او بيت تاني او اي املاك؟ لا 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 الحمد لله. امال انت عايش ازاي؟ ما فيش اي معاش طيب ولا اي حاجه؟ هو المعاش تكافل وكرامه. اه تقريبا قد ايه؟ 675 جنيه. اعمل بيهم ايه؟ الولاد في المدارس اولاد حضرتك؟ الولاد كانوا في المدارس والمدرسه طلعتهم على اساس انهم ما بيعرفوش يتكلموا وما فيش تجميع. بتكشف عليهم؟ لان انا شايفه ان ابنك قلت لي عنده تشنجات ومصاب بحاله معينه صحيه لازم ليه من علاج وجلسات تخاطب وغيره. هو محتاج علاج. بتعمل كده؟ من ايه؟ ليه؟ انا بقبض ايه عشان ده الاشعه المقطوعيه اللي طالبينها على المخ ب 1500 ولا ب 1600 ما اعرفش. طب بقول لك ايه؟ لو ابن حضرتك سامعه ممكن تقول له كلمه قلبه يحن ويرجع ان هو يقويك في المنزل تاني او ترجع في البيت تاني؟ لا عمره ما قلبه هيحن الا بالعافيه. شايف ان الحل الوحيد تدخل القوات الامنيه تقصد ولا استجابه المسؤولين؟ المسؤولين. طب مفروض يكون معاك محامي يتبع الاوراق دي ويعمل اوراق معينه. اجيب محامي منين؟ انا لا اكل. تقصد تقول انت عايز محامي متطوع يقف معاك. متطوع يقف معايا يساعدني لله. لله. معلش انما انا معايا منين؟ والله ما معايا. ده 675 جنيه. هيعملوا ايه الاربع افراد؟ اتنين معوقين ومره وواني. هيعملوا لنا ايه؟ اربع افراد. هيعملوا هياكلوا بكام؟ طيب قول لي انتوا بتاكلوا ايه وانتوا في الشارع كده؟ اقسم بالله جبنه حادقه وعيش. هي دي اللي احنا عايشين عليها بقى لنا اسبوع دلوقتي ولا اكتر. اشتروها يعني من وكده؟ لا والله ناس بتعطف علينا يا ستي. ياه. والله بعد انت كنت شغال ايه يا حاج ابراهيم؟ انا كنت شغال ترزي. ترزي؟ اه. لحد كام سنه؟ او اشتغلتها لمده كام سنه المهنه؟ انا اشتغلت لغايه سنه 2000. وبعد ال 2000 الحال وقف. اشتغلت بقى من امتى؟ كنت شغال من وقت شبابك يعني؟ اه من شبابي. ربيت ابنك ده وخليته راجل. وخليته راجل. اه. ويعرف يلبس حلو. واكل حلو. شغال ايه هو؟ هو شغال في كل حاجه، في اي حاجه. بمعنى؟ في مزرعه فراخ. في اي حاجه. عنده اولاد ومتزوج وكده؟ عنده ولد وبنت ومتزوج. طيب احنا سمعنا من حضرتك ودايما بنقول احنا في الحياد لا ننحاز لاي طرف من الاطراف. وحق الرد مكفول للطرف الثاني.
لو عايز يرد يرد يطلع يرد عشان ما يكونش في حكم بناء على كلام طرف واحد. رد وعندي شهود الشارع اللي انا قاعد فيه ده كله بيشهد برميته في الشارع لغايه امبارح ناس واقسم بالله في الشارع بيعطف على ناس كل شهر. اتصل بصناع الحياه واتصل بالجمعيه الشرعيه وقال لهم يا جماعه واحد ظروفه واحد اتنين تلاته نام في الشارع هو ومراته وعياله عايزين نقف جنبه نشوف له شقه وهندفع له ايجارها كلنا كده نجمع وندفع ايجارها. شايف ان الغريب واقف معاك متعاطف معاك وضناك وضنايا مش واقف معاك. انت حررت محضر، لما حررت محضر زوجه ابنك عملت ايه؟ راحت كتبت لي محضر انني بشتمها وبهانها واقسم بالله ما حصل. هو عشان ما كانوش عارفين يطلعوني من البيت بدأوا يشتغلوا ايه على المحاضر. تمام. بتطالب بايه دلوقتي الجهات الامنيه والمسؤولين؟ الجهات الامنيه والمسؤولين يقفوا جنبي ويجي ويعالجوا لي عيالي، يعالجوا لي الواد والبنت. ده اللي اطلبه من ربنا ومنهم. عايزه ايه يا شماء؟ ها؟ انت عاوزه ايه؟ عايزه ارجع بيتي. ترجع بيتي؟ انت مش مرتاحه بره بيتك؟ ويمز الشارع كده في الشارع يعني عيال جوزي ما ينفعش كده غلط. وانت عندك بنتك عروسه 13 سنه ما شاء الله. اهي عند عروسه بيه. اهي عند عروسه يعني جوزي تمام في الشارع جوزي تمام في الشارع عشان خاطر واحده زي دي واحده زي دي يمين في الشارع ليه؟ والناس يزقوا فيا يقول لي روحي مع اخوكي ما تقعدش ويقول لي روحي انا بعيط ومش عارف اركب العربيه وربنا ما بيشد فيا بيزقني فيا بالعافيه واتخبطت في اخوي مش انا مش راحه والله ما انا راحه قعدت اعيط كلها في الشارع ولا لا روح. قلت لي انا خدمت زوجة ابنه كتير وللاخر ما صنتش العيش والملح. ما تمشي لا. كنت بتعملي لها ايه يا شيماء؟ كنت بعمل لها بغسل لها واعمل فيها فاشل واغسل وعي وكانت تعبانه. لما كانت تعبانه تقع من طولها على الارض انا اشيلها ويسند معايا. وجوزك الحاج ابراهيم يشيل معايا؟ يشيلها معايا. زوجة ابنه يعني بيقول دي زي بنتي. طب انت كنت بتخدمها بمقابل كانت بتديكي مثلا فلوس او حاجه؟ لا. ما كنت بتعملي كده ليه؟ عشان خاطر انت طيبه وغلبانه. عشان دي؟ عشان خاطر هو قول لي اطلعي على شيماء فوق. هو بيقول لي اطلعي ايديها فوق. شوفي عاوز ايه اغسلها ولا مشروب ولا شوفي عاوز ايه. طلعت له غسلت لها وياها غيرت الشقه ومسحت له بلاط وقفت في طلع لي من هدومه فوق. طلع لي من هدومه فوق يا شيماء طلعت لها لميت. والاخر يا شيماء طمر الاخر هزقت مش شتمت طلعت حراميه. شتمتك وضربتك وقالت عليك حراميه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حراميه على ايه؟ ده كانت جايبه حلاوه زي بتاع مد النبي زي اليومين دول كده. ودت يوسف حته والبت حته. ودي خدت حته طلعتها حراميه عشان خدت حته حلاوه من بتاع مد النبي. بقت حراميه. بقت حراميه سرقت الذهب والالماس. يا شغال حتة حلاوة يا بتعمل كوافير. يا شغالة كوافير. بيتي بنتي بيتي بنتي بنتي صغيرة. ده يوسف يا جماعة شايفين القعدة اللي هم قاعدينها؟ هم كانوا قاعدين في الشارع اللي بره يعني، لكن علشان الأطفال ما يتلموش علينا حاولت إن أنا أجيبهم في الشارع ده. الشارع هنا صعب، المنطقة هنا صعبة يعني. قرية تابعة لمركز المنصورة قرية ميت جراح. ده يوسف ازيك؟ اسمك ايه؟ ايه؟ يوسف. انت اسمك ايه؟ ندى. ندى ايه؟ ابقى ايه ندى يا علي. الاطفال عندهم مشاكل صحيه، نتمنى ان حد يستجيب ويتم علاجهم او اي دكتور يتكفل بعلاجهم حتى لو حاجه بسيطه مش تكفل كامل يساعد في علاجهم. الاسره دي يعني لو حد عرض على حضرتك تقعد في دار ايواء او دار رعايه للمسنين؟ لا طبعا ما ينفعش. وكمان ما ينفعش عشان الاطفال تتفرقوا عن بعض. لا ما ينفعش طبعا. انت عاوز ايه؟ عاوز ترجع لبيتك؟ ارجع يعني؟ بيتي اللي انا مربيه فيه. قضيت عمرك يعني فيه 37 سنه في قلب البيت.
أسيبه وأمشي إزاي؟ أسيبه وأمشي إزاي؟ الحقيقة مش قادرين نقف من الريحة، الريحة صعبة. الناس دي عايشة هنا ازاي؟ او بتقضي قضت السبع او ثمان ايام اللي فاتوا ازاي؟ ربنا معاهم. كل طلباتهم ان هم يتمنوا تدخل المسؤولين والجهات الامنية علشان يرجعوا لبيتهم تاني. بيقول بعد ما كبرت في السن ده ما بقتش قادر اشتغل، ضيعت شبابي وعمري على ابني، قلت لما يكبر هيبقى هو عكازي في الدنيا، يبقى سندي وظهري، لكن هو اللي كسر ظهري للاسف الشديد. مش عارف اوري وشي للناس، بقيت عاوز ان انا ابعد عن الدنيا كلها بعد اللي ابني عمله فيا. بيستغيث بكل الجهات الامنيه علشان يرجع لبيته تاني، على الرغم ان بعض الناس في القريه احنا سالناهم ليه المصداقيه الحقيقه، قالوا الراجل هو اللي غلط لان هو باع البيت لابنه، لكن ده مش مبرر لابنه ان هو يعمل ده. رصدنا لكم المشكله متابعينا الاعزاء، اتمنى وارجو من الله ثم من المسؤولين حل هذه المشكله عشان الراجل ده يرجع بيته في اخر ايام عمره. كان منتظر ان ابنه يسال عليه وعلى اولاده وعلى اخواته، لكن للاسف ده لم يحدث. وارجع واقول في النهايه حق الرد مكفول للطرف الثاني، للابن ولزوجته لو حابين يردوا. بشكركم وعلى اللقاء في تغطيه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.